السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة على قناة نكهة مغربية. واليوم ان شاء الله غادي نشوفو كويرات ديال الكفتة معمرين بالموتزاريلا، طبق زوين بزاف ورائع. نقدموه مرفوق مع لي بات مسلوقين او خضرة سوتي او شوية ديال الروز او لا بيوري ديال البطاطا. في جميع الحالات تيجي رائع بزاف. الاكيد ان الوليدات غادي يحمقوا عليه، ولكن حتى الكبار غادي يستمتعوا به. طريقة مختلفة ومميزة باش نقدمو بها كويرات الكفتة بعيد على الروتين والوصفات المعتادة. طبق فعلا يستحق منكم التجربة. غادي نحتاجو ليه الكفتة. انا تقريبا هنا استعملت واحد نص كيلو. جبنة الموتزاريلا اللي من بعد غادي نقسمها مربعات. جوج معالق كبار ديال لاشابلوغ. بيضة واحدة غادي نستعمل غير البيض ديالها. شوية ديال الدقيق الفورز. جوج معالق ديال المعدنوس مقطعين. ومعلقة كبيرة عامرة مزيان ديال مركز الطماطم. جوج حبات ديال المطيشة محكوكين في الجهة الرقيقة. شوية ديال الزيت. الملحة والإبزار وسكينجبير فقط. انا غادي ناخد الموتزاريلا وغادي نقسمها ونحاول ما امكن ندير القطع شوية كبيرة باش تجي باينه في وسط الكفته. غير هو نردو بالنا مزيان ملي نكونوا باغيين نشريو بالموتزاريلا، نختاروا النوع اللي يكون مكتوب عليه جبنه الموتزاريلا، لان الاسواق دابا بدينا نلقاو فيها بزاف ديال التحضيرات الغذائيه اللي تتشبه الجبن، تتكون غير بريباراسيون اليمونتير اللي تتعوض لينا الجبن، وهي دابا متوفره بزاف في الاسواق التجاريه اكثر من الموتزاريلا. داكشي علاش ملي بغيو نشريو الجبنه نتاكدوا اننا خدينا الفرماج وماشي اللي مكتوب عليه التحضير الغذائي او لا بريباراسيون اليمونتير. ناخذ الكفته ونديروا عليها واحد جوج معالق كبار ديال لاشابلوغ، ولا ما كانش عندنا متوفره هذه نيبسو غير الخبز ونطحنوا وناخذوا منه جوج معالق كبار. والبيض البيضه، الا ما كانش عندكم مشكل مع ريحه البيض في الكفته نديروا البيضه كامله. شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار والسكينجبير. وغادي ندير ديك جوج معلقات ديال المعدنوس. انا هنا المعدنوس غادي نديرو غير في الكفته وما غاديش نديرو في لاصوص. صافي غادي نخدم مزيان حتى تجانس ليا العناصر كلها وتولي عجينه واحده. من الاحسن في هذه الوصفه نستعمل الكفته اللي ما مطحوناش بالشحمه الا ممكن، اولا تكون فيها الشحمه غير كميه قليله، اولا نعوضوها بالكفته ديال صدر ديال الدجاج. ناخذ غير صدر ديال الدجاج ونطحنو ونستعملو في الوصفة، غير نزيد معاه واحد شوية ديال الكوزة مطحونة حتى ينسمها مزيان. حلاوة هاد الوصفة أن الكرات غادي يكونوا شوية كبار وعامرين مزيان بالموتزاريلا من الداخل، باش منين نطيبوهم غادي يبقاو طريين وما ينشفوش بزاف. وممكن نعوضو هاد الموتزاريلا غير بالفرماج العادي اللي تنديرو في البيتزا، المعروف بالفرماج الأحمر أو إيدام. نحاول ما امكن نجمع الكره مزيان بين يدي ونبرك عليها شي شويه باش ما نخليش شي فراغات ولا تقيبات يخرج منهم الموتزاريلا في الطياب. صافي ملي غادي نسالي الكميه كلها ديال الكفته غادي ندوزهم في الدقيق بحال هكا، ندوزهم مزيان ونفض منهم الفائض ديال الدقيق باش ما يهزوش ليا الدقيق بزاف. صافي غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون يسخن في مقيله، نخليه يسخن ونحمر فيه ديك الكويرات ديال الكفته. الكويرات ديال الكفته في هذه المرحله ما نغفلش عليهم، نبقى واقفه حداهم ونقلبهم كل شويه باش ما نخليهمش على جهه وحده حتى تتحمر بزاف وتقصح. انا غرضي غير بالطحين هو اللي يتحمر ويخرج النكهه اكثر ديال اللحم، فما نخليش الكفته هنايا تقصح بزاف ويفوت فيها الطياب.
صافي. من بعد غادي نعاود نجمع داك الكويرات ديال الكفته كلهم من بعد ما تحمروا شويه، نحتفظ بنفس المقله ونزيد فيها مطيشه. صافي غادي نزيد المطيشه المحكوكه والمطيشه الاخرى المركزه. بالنسبه للمطيشه اللي محكوكه، فمنين نقطعوها باش نحكوها الا لقينا فيها الزريعه بزاف، فمن الاحسن نقصوا منها الزريعه عاد نحكوها باش تجينا لاصوص زوينه ولونها زوين. راه حتى المعدنوس ما غاديش نديرو فيها، فالمطيشه غادي تنسم غير بديك الزيت اللي تحمرات فيه الكفته، راه تتجي مختلفه على المعتاد وتجي زوينه بزاف. غير جربوها بهذه الطريقه. غادي نزيد شي شويه ديال الماء ونخلي ديك لاصوص طيب مزيان. من بعد ما طابت لينا لاصوص مزيان وشربات، غنرجع نزيدها غير شي شويه ديال الماء ونزيد شي شويه ديال الملحه، البزار وسكينجبير، ونرد فيها ديك الكويرات ديال الكفته. ما غاديش نكثروا التوابل وما غاديش نديروا الاعشاب المنسمه ولا ثومه ولا بصله ولا حتى حاجه. مطيشه غادي تنكه لينا فقط بالمذاق ديال اللحم، والكفته غادي يجي فيها ديك المذاق ديال التحمر. تيجي الطبق كله منكه غير بالمذاق ديال الكفته، من غير الا استعملنا الكفته ديال الدجاج فنزيدو واحد شويه ديال الكوزه. صافي وغادي نغطي المقيله ونخلي الكويرات يطيبوا ولاصوص تعاود تجمع لينا. صافي دابا غادي نقدموا الطبق، وكيف قلت لكم يمكن لينا نقدموا مع اي نوع ديال الخضره او لا نوع ديال لي بات ولا الروز ولا لا بيغي، راه تيجي خطير بصح. وهنا الفيديو غادي يكون سالا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم لقناه نكهه مغربيه وعلى التعاليق والدعم اللي ديما تتخليو ليا. خليت لكم لهنا وراحت البال، شكرا مره اخرى وبسلامه.